Libya's biggest problems is ضعف المحاسبة واحدة من أكبر مشكلات ليبيا. فهؤلاء المتورطون بارتكاب انتهاكات بحق الليبيين يشعرون أنهم في موضع قوة وأن الأطراف الدولية ستدعمهم وتغض الطرف عن أفعالهم أو ترفض محاسبتهم بأي شكل. قبل معارك طرابلس وفي شباط فبراير 2019 اصطدم طموح قوات حفتر في السيطرة على الجنوب الليبي الغني بالنفط بمواجهة أبدتها عرقية التبو التي والى أبناؤها حكومة الوفاق، فاشتعل القتال حول مدينة مرزوم جنوبي البلاد. تم مقاومة حفتر لمدة 23 يوم، يوم 22/2 دخل مدينة مرزوم بحوالي 400 سيارة مسلحة. لكن صعوبة استمرار السيطرة على المدينة دفعت قوات حفتر لاستخدام الطيران. غرفة العمليات القوات الجوية أرسلت طائرات استطلاع وطائرات مسلحة إلى المنطقة بضربات جوية دقيقة جدا. خلفت الغارات 46 قتيلا وصفتهم قوات حفتر بالمرتزقة الإتشاديين، لكن رابطة ضحايا مرزوم جمعت أرقام الهويات الوطنية للقتلى لتثبت أنهم مدنيون ليبيون من عرقية التبو. ناس أبرياء، ناس مواطنين عزل، مدنيين لا حول لهم ولا قوة إلا ذنبهم هو إنهم من مكون التبو فقط. الهجوم الجوي كان محل تحقيق أممي رجح أن مرزوق تعرضت لأربع غارات متتالية، وهو ما يعرف بالضربة المزدوجة. الضربة المزدوجة مصطلح يشير لتعمد الانتظار فترة بعد الغارة الأولى لحين وصول المسعفين والمحققين الذين يستهدفون حينها بغارة ثانية. لكن الفريق الأممي لم يتثبت من استنتاجه، إذ لم تسمح قوات حفتر لعناصره باستكمال تحقيقاتها. اتخذنا كل التدابير اللوجستيكية لإفادة وفد الباحثين إلى الجنوب، لكننا للأسف لم نتمكن من إنجاز هذه الزيارة. لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة لمحاسبتهم في القصف الذي أدى إلى مقتل مدنيين، نشرت قناة محلية هذا المقطع الوحيد لموقع القصف بعد ساعات من الهجوم. بعدها أحكمت قوات حفتر سيطرتها على مرزوق، فبات التحقيق في الأمر مستحيلاً.